الأخوة والأخوات الأحباء، أسأل الله أوقاتكم أهلا ما كنتم، أهلا وسهلا بكم في قناة الزراعة شيئا الحياة. اليوم بدي أوريكم كيف بطريقة بسيطة تقدروا تعملوا التبغ، تعملوا التخمير في الحديقة في جنينة عندكم، وبطريقة بسيطة جدا، أبسط من الطرق اللي أنا وريتكم إياها قبل هيك. أهم شيء في التبغ أنه التبغ ما يكونش فيه الأوراق، ما يكونش فيه مطر، وما تكونوش رشتوها بمية، يعني الأوراق تبقى ناشفة. وقص الورق ممكن في جميع، يعني في جميع أوقات اليوم، بس طبعا الصبح لما يبقى عليها ندى مش كويس، يعني تستنوا بس الندى يطلع يجف، يعني الأوراق تجف، بنبدأ إحنا بقص اللي هو التبغ. وقتيش القص تبعه؟ إحنا بنبدأ نقصه لما يبدأ يزهر، بس الزهرات ما بتبقاش يعني مكتملة الكبسولات. ليش؟ لأنه إحنا بناخدش الأوراق تبقى زي هذه صفرة، هذه لما تبقى صفرة هذه منفعش للتبغ، لازم تبقى لونها أخضر زي هذه، شايفين؟ يعني هذه لما يكون تستوي الزهرة بتصير بتبدأ الأوراق تميل إلى الاصفرار، وبكون التبغ الدخان ملوش أي نكهة. فإحنا الدخان في المزارع هنا في ألمانيا بخطفوهوش مرة واحدة، يعني مثلا اليوم بخطفوا الورقتين اللي تحت، بكرة بخطفوا الورقتين اللي بعدهن، أو بعد بكرة الأسبوع، يعني بيستنوا شوية وبعدين بخطفوا اللي بعدهن، يعني مش في يوم واحد، يعني خلال شهر أو خلال أسبوعين على الأقل بنقطف إحنا الأوراق، يعني نمسكش إحنا كل الوردة بناخد إحنا أوراقها، نبدأ إحنا من تحت، يعني بيبدوا القطف من تحت، ويوم يوم بيبدوا يقصوا، يعني بيقصوش بخذوا بس الأوراق الكبيرة في الأول. والعملية بسيطة جدا، هي بهيك بتقصها، يعني ما تحتاج أي شيء، ما تحتاج مثلا الورقة هذه لسه صغيرة، بس أنا عشان أنا قصيت الشجرة عشان أوريكم إياها الفيديو، وطبعا إحنا هنستفيد منها كلها، وهيها زي هيك. احنا بس هناخد الاوراق الكبيره، عرفتوا كيف؟ هاي الاوراق، هذه الفرجينيا، هذه كويسه بتنعمل بتلتف منها السيجار، وبنوريكم كيف طريقه التخمير. في احد الاخوه كتب لي، ما استطعتش لسه انا ارد على جوابه، على سؤاله، انه عنده عمل الدخان، والدخان بدا صار عليه فطر يعني اسود، يعني بدا يتلف، فايش بده يساوي؟ هذا طبعا اذا الدخان صابوا الفطر الاسود ترميه في الزباله مباشره، هذا المواد غذائيه، هذا انت هذا بيجي على طريق اللي هو انت بكره بتستنشقه، واللي هو الطحلب الاسود في منه انواع سامه جدا. فاذا طبعا احنا بنعمل بالطريقه هذه ما فيش شيء، يعني ما فيش شيء، الطريقه اللي بدي اوريك اياها ما يتعفن، يعني ما فيش، اذا تعفن الدخان ارميه مباشره على الزباله، ما تحاولش تنشفه وتعمل، لا اذا تعفن ترميه تكبه في الزباله. كل ما بنحتاجه، نحتاج سله زي هذه ونحتاج سلك زي هذا، والعمليه وما فيها نمسك في السلك هذا، عمليه بسيطه جدا، وبنحطهم زي هيك، لانه احنا بدنا يتخمر. هذه الورقه ماكلها الحلزون، الحلزون بحب الدخان، عندنا حلزون، بس مش مشكلة، لأنه طبعا إحنا الأوراق الكبيرة هذه ممكن الواحد يعمل منها السيجار، بتعرفوا سيجار الهافانا، هذه ممكن، هذا جيد جدا لعمل السيجار، هذا كويس لعمل اللي هو الشيشة، للشيشة هذا ممتاز جدا. كل مصانع الشيشة بتستورد دخان من عندنا من ألمانيا من هذه النوعية. هذه الورقة صفرة، فهذه مش هستخدمها، قلنا لكم احنا الورق لازم يكون اخضر، هذه الورقه كمان صفراء، هي ممكن استخدامها، بس احنا بدنا الورق الاخضر، لانه بدنا النكهه تكون نكهه الدخان الحلوه، تكون ممتازه جدا. هي العمليه وما فيها، احنا بسيطه، عمليه بسيطه. انا انتظرت للفيديو، انا الاوراق كانت يعني ممكن قطفها قبل اسبوع قبل اسبوعين، بس كان في عندنا مطر، واذا انت بتقص الاوراق وعليها ميه بتعفن، بس ممكن لو مطرت الدنيا وانت مسكت وجففت الاوراق ببشكير بفوطه او حاجه زي هيك برضه ممكن، بس الافضل انه تخليها، انه لما
تجف من الشمس مباشرة، وبعدين احنا الاوراق تفرفدها شوي يعني ما تبقاش انه اساس انه يدخل الهواء بينها والا بتتعفن، يعني يبقى بينها شوية هواء. هذا بسم الله ما شاء الله، يعني الدخان عندنا اللي احنا هذا من دخان العام هذا. انا بس زرعت الفيديو اللي زرعت الدخان هذا فقط للفيديو لاني انا ما بدخن، ولكن احنا ممكن نستفيد منه لو اجى عندنا ضيف او حاجه كذا. احنا هذه كلها هذه صفره مش هنستخدمها، قلنا احنا بس نستخدم الاوراق الخضر هذه هاي كل عمليه. بعدين نيجي احنا للسله، هذه السله هنا، وبنحطها في داخل السلة بهذه الطريقة، بندخلها في هذه السلة زي ما شايفين، وبنبعد الأوراق عن بعض. السلة زي ما انتم شايفين لها ثقوب، السلة لها ثقوب هنا، فهنا بتكون التهوية ممتازة جدا. احنا هالحين هنحطها زي هيك، وحنحطها لتحت زي هيك، وبعد هيك نجيب احنا فوطة، ضروري احنا هذا عشان الضوء ما يشوفهاش، بنجيب فوطة زي هذه وبنحط الفوطة فوق، الفوطة بس لفوق يعني ما تكونش على جدران السلة اساس التهوية بتاعت السلة، الثقوب تبعت السلة بتكون مفتوحة والتهوية تخش فما بتعفنش اللي هو التباك، وهنا بيتخمر. بنتركه احنا بنتركه في هذا الطقس، في هنعلقه احنا في هذه الخشة هذه تحت العنبة في الظل تقريبا اسبوع اسبوعين على الاقل، وهي زي ما شايفين هاي علقناه هنا، شايفين كيف، وهذا بنتركه اسبوعين فبيتخمر. هاي كل العملية، هاي معلق في السقف ما تجوش الشمس لأنه السلة هنا والسلة فيها تهوية فبيدخل الهواء عليها فما بيتعفن الدخان، ولكن بيتخمر، تدخل الخميرة فيه وبصير لونه لونه تقريبا لونه زي البني، زي يعني ما بصيرش لونه. وبعدين الورق الدخان بيكون طري يعني لما بكونش يعني زي تحطه في الشمس بتفتفت، لو بتقدرش تلفه بتقدرش انت تلفه، لازم الدخان يظل طري بحيث انت لما الرطوبة بتبعته الموجودة فيه بحيث انه تقدر تلف السيجارة او تلف أو تستخدمه ممكن نستخدمه هذا كمان نفس الشيء، بنضيف احنا عليه الملاسة وروائح بتحطه مثلا بدك الخوخ او كذا بتحطه عليه وتستخدموه، ناس بتحط عليه جليسرين يعني كل البلاد العربية تستخدم الجليسرين بخلطوه فيه، وهذا ممكن نستخدمه احنا للشيشة او الارجيلة، فهذا بكون عندك دخان محلي من طريقك من بيتك، عارف انت انه هذا مش مسمد ما فيش عليه ادوية مش مرشوش بادوية، هذا كله طبيعي، هذا يعني كله من عضوي يعني ما فيش له اي مواد اخرى. هذا نكون احنا ان شاء الله ما نكونش طولنا عليكم، فاذا في عندكم اسئله تكتبوا لي اياها في التعليقات لما يكون عندي الوقت، يعني ما تنتظروش، احيانا بجاوب مباشره ولكن احيانا بشوفش الاسئله يعني بكونش انا فاتح الجوال، فزي اليوم مثلا اليوم ما كنتش انا فاتح الجوال يعني عده ساعات، يعني فتحت الصبح والان يعني حوالي 6 ساعات او 7 ساعات ما شفت ايش في الجوال، فتكتبوا لي اسئلتكم. اعتذر بالنسبة للأخوة المقيمين في مصر انه ما اقدرش ابعت لهم بذور، انا من هذه الشتلتين او 3 شتلات اخليهم يعملوا بذور ان شاء الله اذا تحسن الجو وما جاش عليهم مطر وتعفنت البذور، فعساس نهديهم لمتابعيني ومتابعياتي من قناة زراعة شريان الحياة، يعني كمية بسيطة يعني مش ما عنديش مزرعة، وأنا زي ما قلت لكم أنا ما أزرع الدخان
انا لا ادخن ولا يعني ولا ابيع الاوراق ولا يعني ما فيش عندي تجاره لا في الدخان ولا في البذور، وانما يعني هوايه، هي هوايه، انا هوايتي الزراعه، وبحب يعني هو كويس للنحل وكويس للطبيعه وكويس. وبعدين الدخان كمان هو في اذا مو له استخدامات طبيه، يعني مش هو بس فقط ضار، في له استخدامات طبيه للانف والاشياء زي هيك، يعني ما يعني مش كل نبته اذا حسن استخدامها بتكون كويس. الله سبحانه وتعالى ما خلق أي نبتة في هذه الطبيعة، ما خلقها عبث، ولكن نحن البشر نسيء استخدام النبتة. مثلا الحشيش يعتبر مسكن أحسن من المورفيوم يعني بالنسبة لمرضى السرطان وكذا، ولكن إذا في ناس بتاخذ الأصحاء وبيأخذوه بصير عندهم إدمان، فطبعا مش كويس يعني. فالنباتات الله سبحانه وتعالى خلق كل نبات إلو يعني إلو أهمية، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء عبث، لا حيوان ولا إنسان، فكل شيء إلو فائدة. فإحنا نشوف الأشياء من إيش الفائدة، ممكن إحنا إيش النبتة هذه ممكن نستفيد منها، مش إنها تضرنا، يعني مش نستخدمها للدخان وكذا. فكل إنسان أنت مسير وليس أنت مخير وليس مسير، فأنت تختار الطريق لما تكون بالغ وعندك الرشد وتفهم، يعني تستطيع أن تميز، فتستطيع أن تميز بين الإشي اللي بضرك والإشي اللي بنفعك. ما بدناش نديكم نصائح، كل إنسان حر في حاله، أنا ما لا أتدخل في هذه الأمور، ولكن النصيحة دين استخدموا هذه النبتة في استخداماتها السليمة زي ما أنا بستخدمها، فيعني أنا ما أستخدمها للتدخين. ممكن تزرعها كورد، ممكن تزرعها كذا بيجي عليها النحل، في لها استخدامات زي ما قلت لكم طبية لعلاج الأنف والأشياء زي هيك. يعني فالأشياء أنتوا تنظروا إلى شو، يعني كل زي كل إنسان يستمع ويأخذ يعني من حسن القول يعني فيتبع أحسن القول وليس أسوأه. نقول لكم في أمان الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر. أهلا وسهلا بكم في قناة الزراعة 20 على الحياة. تنسوش اللي إذا كنتم مش أنتم المتابعين تنسوش الضغط على زر المتابعة وزر الإعجاب وتدعموا القناة وتنشروا فيديوهاتي إلى أصدقائكم وأحبائكم. في أشياء كثيرة يعني في أشياء كثيرة أنا بتيجي على بالي بتخطر على بالي فبحب أنشرها، فربما يكون فيديو من الفيديوهات بالنسبة لميولك أو ميولك. ف يعني مش كل شيء بيعجبك، بس في ربما فيديو من الزراعة أو حاجة زي هيك أو عن الصناعة أو حاجة زي هيك إنه يعجبك من فيديوهاتي، فأهلا وسهلا بكم في قناة الزراعة 20 على الحياة. في أمان الله.